هكا برنا فيزاسيون نديروه سون دي ساشي فوالا برنا فيزاسيون دونك نديروه من دي ساشي درنا ستاج هنايا وتأهلنا باش دوكا رانا نعاونو انا خدمو في لي بابات هادوما وفي ظروف مواتية عندنا كلش. قررت المديرية العامة لإدارة السجون وبتعليمات من السيد المدير العام الانطلاق في عملية صنع الكمامات على مستوى ورشة القيادة ببعض المؤسسات العقابية ومؤسسة إعادة تربية وتأهيل التلفزيون من بين المؤسسات التي تتوفر على قاعة للخياطة وباستعمال اليد العاملة العقابية. هذه اليد العاملة استفادت من تكوين وأصبحت مؤهلة داخل المؤسسة لإنتاج هذا النوع من الكمامات وهذا بمقابل مادي تصب في حساب الخاص بالمساجين. نوعية الكمامات مطابقة لما هو منصوص عليه من وزارة الصحة سواء من ناحية القماش من ناحية إجراءات الإنتاج التعقيم والحفظ.